اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤكم. تعالوا نشوف ونسمع مع بعض سؤال الحلقة دي. لماذا لم يتنبأ العهد القديم بصلب المسيح لكي يهيئ بني إسرائيل بالاعتراف بصلب الإله ولو مرة واحدة؟ في الحقيقة من أكتر الأسئلة اللي دمها خفيف ومن أكتر الأسئلة الغريبة، لأن كم عدد النبوات في الموضوع ده رهيب جدا، تقريبا حوالي 333 نبوة في العهد القديم جات عن مجيء المسيح الأول وتمت بحذافيرها. وطبعا مش هينفع في دقيقتين نحكيهم كلهم، لكن هنقول عينات منها وخصوصا المتعلقة بالصليب لأن ده طلب السائل. فمثلا خيانة صديقه، يقول كده في مزمور 41 عدد 9، افهم أو ركز أخويا السائل: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. النبوة دي موجودة من 900 سنة تقريبا قبل ميلاد المسيح، وطبعا كلنا عارفين خيانة يهوذا للمسيح. كمان نبوة تانية عن ثقب ايديه ورجليه، يقول في مزمور 22 وعدد 16، وده من المزامير المسيانية، يعني معنى مسيانية يعني كلها تقريبا متعلقة بالنبوات اللي تخص المسيح. فيقول بروح النبوة: جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. وده اللي حصل مع المسيح على الصليب وموجود في كل البشائر. ناخد واحدة تالتة عشان تبقى التالتة تابتة، والسائل اللي بيقول ليه ما فيش واحدة جبنا له تلاتة من التلتمية تلاتة وتلاتين. في إشعياء 53:12، وده أشهر إصحاح عن اللي حصل كله مع الصليب، بيقول في الإصحاح ده في نبوات وتفاصيل، يعني ابقى ارجع لها عزيزي المشاهد. يقول: سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. دي نبوة عن صلبه بين لصين، يعني اتكلمنا نشوف عن كام نبوة اتكلمت عن اللي حصل مع المسيح في الصليب، مش نبوة واحدة. عشان كده عزيزي المشاهد انا نفسي تفكر شوية او تفكر قبل ما تبعت السؤال، يعني دور انت على الاجابة، صدقني هتلاقيها في اجابات كتير، وحتى الكلام اللي انا بقوله ده كله اتجاوب عليه 100 مرة، ده مش اول برنامج يتعمل يعني برد على الاسئلة دي. فكر كويس وابعت اي سؤال واحنا بنرحب بيه، عشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤكم.